السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل من معايا. المختار من العراق. المختار المفلس من العراق. سؤالك يا المختار. شيخنا استاذنا الفاضل، اذا انا اريد ان اترك التشيع واتسنن، انا الان اريد ان اترك التشيع واتسنن، فعندما اقرا في كتبك او مصادرك اجد ان رسول الله صلى الله عليه واله يقول: ولا تؤمنوا عليا ولا اراكم فاعلين، تجدوه هاديا مهديا ياخذ بك بالطريق المستقيم. بالله عليك، كيف تريد مني ان اترك عليا عليه السلام؟ صحيح. ورسول الله يقول فيها: يا المختار، ركز يا المختار، ممكن تقرا لي الحديث ده من البدايه؟ يا المختار يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمروا ابا بكر. اصبر بس، اصبر يا المختار، اقرا الحديث من البدايه. حدثنا اسود ابن عامر، حدثنا عبد الحميد ابن ابي جعفر عن الفراء عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن سيد ابن يوسف عن علي قال: قيل رسول الله من يؤمر من بعدك؟ قال: تؤمر ابا بكر تجده امينا. اول حاجه اصبر بس، اول حاجه قال النبي: ان تؤمروا ابا بكر تجده امينا. هل المختار هنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه عن أبي بكر أم لا؟ هذه حجة عليك يا نسعوية، والله على قدر سؤالي. أنت إما تأخذ الحديث كامل يا إما تسيبه كله. هل عندما قال النبي إن تخلفوا أبي بكر تجدوه أمينا، هل صدق النبي أم لا؟ نعم، حجته عليك أنت وليس علي. يبقى إذا ما تحتجش بيها جميل، روح نام. السلام عليكم. وهو الشيعي لما يجي يستدل عليا بحديث افهمه، يا اما تاخد الحديث كله على بعضه وتستشهد عليا بيه، يا اما تسيب الحديث كله على بعضه وما تتكلمش فيه. لان النبي تحدث عن تولية ابي بكر وتولية عمر، تمام، وتولية الصحابة وعلي منهم، ولم يتحدث عن علي فقط منفردا. فلما تيجي تقول لي وجدت النبي عندكم في الكتب يقول عن علي، لا انت كذاب، لأنه قال قبلها عن أبي بكر، وقال عن عمر، وقال عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فتيجي تقول لي أصل هذا الحديث حجة عليك، طب ما أنت إزاي بتحتج بيه أصلا على تشيعك؟ أنت بتحتج بهذا النص على تشيعك. يا إما تحتج بالنص كامل علي في تشيعك، أو تترك النص كامل وتترك تشيعك. شكرا ليك. اللي بعده.